السلام عليكم، جيسبر فوز علي توس بيان، ان شاء الله تكونوا في نعمه. انا الحمد لله، وان شاء الله تلقاكم هاد لا فيديو مهنيين وفرحانين وبصحه جيده يا رب العالمين. واللي راه مريض ربي يشافيه ان شاء الله يا رب العالمين، واللي عنده غريب راه متوحشو ان شاء الله يرجع يا رب العالمين في اقرب الاوقات. بسم الله والصلاه على سيدنا وحبيبنا المصطفى. اليوم كما العاده البنات جبت لكم جدول رمضاني اللي راح يهنيك يعني من التخمام. اكيد حبيبتي النصيحه الاولى اللي حنقدمها لك هي كو لازم سي با اوبليجي يعني لازم ديري على الجدول هذا 100%، ولكن يعني مليح يعني لو كان دي يعني كي تكوني هكا حايره ولا تدي منه مقتطفات ولا الحاجه اللي تكون يعني على حساب واش كان متوفر انت عندك اختي الكريمه. بسم الله نبداو. الحاجه الاولى البنات كما قلت لكم هي انه لازم الانسان بيان سو يعني يكون واش عنده في الدار، يعني ما لازمش يكلف روحو ومسيكو رمضان وقاعديك على بالي بلي. خاصة يعني دائما نهضر على الناس اللي تكون يعني عندهم شهرية قليلة، الوغ كي يعني الانسان ما لازمش يعني ممسيكو راح ديري التنويع في الطاولة تاعك، ولكن حاولي انك تقتصدي الماكسيموم. كيما تعرفوا انه ممسي رمضان يحب المصروف بزاف، اكيد لو كان ما تكونش يعني المرأة تكون شاطرة تعرف كيفاش تسير الميزانية تاعها، اكيد راح تبقاي في اخر رمضان في الديون. ولذلك تبعوا معايا الفيديو للاخر، ما تنساونيش بالجيم والبارطاج الماكسيموم هكا باش يوصل هذا الفيديو للاخوات اللي يسحقوه. بسم الله على بركه الله نبداو بالجدول تاع اليوم. كما قلت لكم البنات اللي هنايا اكيد ما حاش نقول لكم انكم لازم تقيدوا. انا وحده شخصيا ما راحش نتقيد 100% يعني بهذا الجدول ولا هاد الاطباق اللي راح نحطهم. صافودير انتيا دي واش سحقي وخلي الباقي، وشوفي انتي على حساب الميزانيه تاعك واش عندك خضره في الفريجيدار، واش عندك واش قضالك الزوج الكريم. وثاني اكيد ثاني على العائلات، كل واحد والعائله تاعو، كاين اللي يكونوا 3-4، كاين اللي يكونوا اكثر 7-8. صافودير كل واحد يدير على الحساب الافراد العائله تاعو. بسم الله. الحاجه الاولى نبداو بها هي دائما الاطباق الاساسيه اللي يكونوا دائما في يعني تلتو في رمضان 30 جور ولا 28 جور، ما بالش شحال يكون عندنا رمضان هذا العام، ما بالش شحال راح نصومو. اللهم ان شاء الله يلقانا بصحه جيده ان شاء الله يا رب العالمين، لا فاقده ولا مفقود. هذا واش نقولوا للبنات. المهم البنات الاطباق اللي ما نستغناوش عليهم هي دائما وابدا هي الشوربه فريك ولا فرميسال ولا حريرها بانواعها، ولا لي سوب تاني سوب تاع العدس ولا تاع الخضر ولا تاع الحوت، كل واحد والميزانيه تاعو عندك بزاف، يعني كل واحد كيفاش يدير. هنايا فقط البنات حبيت نوضح لكم تاني واحد الحاجه، انه بار اكزومبل نهار ديري الحساء اكيد راح ديري حاجه بار اكزومبل اللي تجي مع الحساء، ما ديريش البوراك، روحي ديري بار اكزومبل بوراك تركي اللي يجي زعما بالعجينه، ولا ديري بار اكزومبل بيتزا كوفر ولا بيتزا كاري ولا ميني بيتزا، ولا ديري اون كيش هكذا ترافقيها بان كيش. المهم يعني لازم تكونوا يعني تعرفوا كيفاش تسيروا فقط في الجدول هذا، اكيد راح يخرج عليكم باذن الله تعالى. لانه انا شخصيا العام اللي فات درتو علقتو هكا في الفريجيدير، كنت يا البنات يعني والله كنت يعني استغليت صلاتي، ختمت القران تاعي زوج خطرات غير يعني من هذا الجدول، لانه ساعدني يا البنات بكل صراحه. ما كنتش كاع نتعب روحي، دائما يعني قبل في الليل ندير حسابي، نقول زعما عندي هذه ما عنديش هذه، ايا اوكي نشري هذه، لا ما نقدرش هذه تجيني غاليه، اوب نروح نجبد حاجه واحده اخرى. فهمتوني البنات هكا باش يعني توفروا الوقت تاعكم وتقدروا يعني تختموا القران تاعكم، خاصه يعني الامهات خاصه تاني اللي يكونوا يعني يربوا، اكيد راح يكون شويه تعب عليكم، ولكن لما ديري هذا الجدول راح ينقص عليك يعني شويه من التعب والتخمام هذاك واش حنطيبوا اليوم واش حنطيبي اليوم، وتزيدي ثاني تسقسي الافراد العائله تاعك تسنيهم حتى يجوا العشيه. الوغ كو في الليل تكون عندك قائمه واش حديري تكتبي في ورقه وراكي فريتي امورك. المهم عندنا اطباق الرئيسيه، الاطباق الرئيسيه اكيد اليامات الاولين اكيد حبيباتي السمانه الاولى لازم تكون الطابله تكون بيا غارني كما تعرفوا الجزائريين، ولذلك خيرت يعني المثوم دولما طاجين الزيتون طاجين جبن لي غراتا بانواعها، الغراتا تاع البطاطا ولا تاع الخضر كاين بزاف لي غراتا، يعني نتوما نوعوا على حسب واش عندكم في الدار. عندكم ثاني لوبيا مونشتو غراتا باذنجان، عندك عفوا طاجين الحلو اللي ما نستغناوش عليه، يعني 30 يوم
ما راحش نستغناو عليه. ولا تاني التفاح، تاني التفاح طيبه هكذا تاني، الله الله يجي ما شاء الله يا البنات، راح نبارطاجيه معكم ان شاء الله يا رب العالمين. عندك تاني جواز، الجواز تاني الجواز تاع جلبانه ولا جواز تاع بطاطا وشويه وشويه عفوا تاع البسباس تاني، بزاف بزاف يجي هايل، تجمريه الله الله، ميم سي كومي يجي بلا لحم، ديري له غير كيما نقولوا سوا جلبانه ولا لا نحيتي جلبانه، جلبانه عفوا، ودرتي فيها الحميصه تاني يجي ما شاء الله يا البنات. انا شخصيا نديرو ما نكذبش عليكم، يجي بزاف بزاف بنين. فقط عقدي لاصاص تاعك هذا ما كان. عندك تاني البرانيه، عندك تاني المحشي تاع الكرنب تاني، بزاف بزاف هايل البنات ما شاء الله. اني دارته في القناه، درتو العام اللي فات تاني، بزاف بزاف هايل. وممسي الاخوات اللي ما عندهمش الفور ولا ما عندهاش فاش تطيبو، تقدري تطيبيه غير في المقلات هذا ما كان، وتجيبي برك معاك حبيبتي المهرز ولا كاش عفسه تكون ثقيله باش تخدميه، غير اللي ما عندهمش تاني الاخوات اللي يكونوا ما عندهمش باغ اكزومبل الفور، يجي بزاف بزاف يا البنات هايل ما شاء الله. عندنا تاني الكراتاشي فلور تاني بزاف ما شاء الله، راح ان شاء الله يا ربي لا كنا من حيين راح نحط لكم الطريقه كيفاش نديرو انا، بزاف بزاف هايل. عندنا تاني المقبلات تاني، عندك كليمات الاولين اكيد راح نبداو بالبوراك باسكو يكونوا توحشنا البوراك اكيد، هذو كليمات دوجور طرواجور الاولين دائما يكون راح يكون البوراك، البوراك سواء بالبطاطا ولا فيونداشي ولا بولي اشي، انتي واش عندك في دارك تقدري احيانا ولا ما عندكش كامل تقدر ديريه غير بشويه بطاطا، وديري بيان سور شويه زيتون وشويه زيتون بيان سور وشويه فرماج، يجي ما شاء الله. عندك تاني سوفلي، عندك بوراك التركي اللي قلت لكم بالعجينه تاني يجي بزاف بزاف هايل، عندك ميني بيتزا بطبوط، عندك تاني شاورما، عندك بيتزا نورمال، عندك فطائر تاع الطاجين ولا تاع المقلات تاني بزاف بزاف هايل. تاني لي فولوفون تاني بيان سور لازم توجدوا العجينه المورقه اللي راح نشاركها معكم ان شاء الله يا رب العالمين لكنا من حيين. تاني يعني لي فولوفون ولا تاني ديروا بهم تاني لي شوسون تاني يجوا بزاف بزاف هايلين، بيان سور يكونوا مالحين ما شاء الله. كاين تاني لي كراب مالحين، كاين لي كيش باردون، اون كيش كبيره وتقدري تقسميها ولا ديري ميني ميني كيش انت واش تحبي. بيان سور ما نساوش تاني البريك العنابي تاني بزاف بزاف، يعني نسحقوه في الطاوله تاعنا الاكثريه تاني، ديفا كان توحشوه ونحبوه يعني نديروه تقريبا بزاف بزاف، يعني نحبوه في رمضان ولذلك يعني لازم الانسان ديفا ينوه. عندك تاني لي كورني تاني ما شاء الله تاني يا البنات، يجوا تاني تقدري ترفقيهم بار اكزومبل مع الحساء ولا شوربه فيرميسال تاني، هادو ما قاعدك يجوا ما شاء الله. فقط البنات ملاحظه حبيت نفهمكم في بار اكزومبل نهار ديري، نعاود نفهمكم نقول لكم في حاجه برك، باغ اكزومبل نهار ديري لي سوب لازم دائما دوزيام بلا يكون خفيف، والمقبلات لازم ديري حاجه اللي تجي مع الحساء، باغ اكزومبل ديري البيتزا ولا باغ اكزومبل ديري لي فولوفون ولا ديري لي كريم مالحين لي كيش، هادو ما يجيو مع الحساء. ونهار باغ اكزومبل ديري شوربه فريك ولا اكيد راح ترافقيه مع السوفلي مع البوراك مع باغ اكزومبل بوراك تركي ثاني، هذوما يترافقوا مع الحساء ولا الشربة فريك، الحاجه اللي تكون بار اكزومبل يعني اللي تكون تتماشى معاها. عندكم ثاني انواع تاع السلطات، عندنا السلطه تاع الخس يعني عادي سلطه نورمال، عندنا الحميص سلطه تاع الحميص، عندك ماسيدوان سلطه ثاني تاع ثاني تشوي طرشي، تشوي طرشي وتقطعيه هكذا وديريه ديري له زيتون وشويه طماطم تاني بزاف بزاف يا البنات، يجي ما شاء الله. بيان سور شويه زيت شويه زيت زيتون ومعدنوس يجي ما شاء الله، انا ما نكذبش عليكم عجوزتي ديروا ما شاء الله، بالعكس وليت نحبو بزاف باسكو يعني حنا ما نديروش يعني من جهتنا ما نديروش، حنا هادو حنا كيما تعرفوا القبائل معروفين بالحميس، كي جيت لعندهم وليت نديرها ميم سي عائلتي يعني ماما انا ديجا ولات ديرها باسكو بزاف بزاف هايله هاد السلطه. عندكم تاني ماسيدوان، عندكم المعجنات باشكالها كيما ديري يعني مقارون ولا المقارون باشكاله، وديري له بيان سور اون صوص تاني يجي تاني بزاف ما شاء الله، تقدري ترافقيه تاني في الاطباق يعني الرئيسيه. عندك سلطه الارز، عندك معقوده اسفيريه، سلطه خضر مفوره تاني مع افيك اون صوص بلونش، ولا ديري لها تاني اون صوص نورمال تاع المايونيز ولا صلصه تاع الوسموم تاع
تاع لي تاكوس تاني تخدميها الله الله تجي تاني بزاف بزاف هايله يا البنات. عندكم تاني سلطه سيزار تاني اللي ما نستغناوش عليها تاني رمضان يحبوها بزاف بزاف. عندك الديسير يا البنات باغ اكزومبل نهار الاول اكيد راح نديرو الفلون اللي يتباع تاع نواره اكيد نحبوه في رمضان. صافا دير الانسان راح النهارات الاولين راح يدير دائما عندك هذوك لي جوغ الاولين راح نديرو الفلون عادي تاع اللي يتباع برا. من بعد من اليومين 3 ايام لهيه نبداو نديرو نوعو لي فلون تاع الدار تاع السنيوه باغ اكزومبل تاع الطبقات ولا تاع الاوريو ولا مهم انت واش راكي حابه. باغ اكزومبل نهار اكيد راه النهار اللي حديري باغ اكزومبل الفلون تاع المقاهي اللي تجي هكا راني دايرتها تاني تاع البنان كمشروع راح نحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف تشوفوها. هذيك اكيد راح تقطع لك الله يبارك تقطع لك لي طرونش اكيد لو كنتي عائله من 4 ل 5 اكيد راح تاكلي تقدري تاكلي فيها يعني دو فوا. حنا يعني الديسير بزاف بزاف حنا نسحروا به يعني في السحور نستعملوا بزاف لي ديسير بيان سور مع لي فروي كل واحد والميزانيه تاعو. قلت لكم باغ اكزومبل نهار ديري هاد لو فلو اكيد راح تاكلي فيه دو فوا. ثاني باغ اكزومبل نهار ديري نهار ثاني ديري بريوش نهار قطايف كيما قطايف يقدر يشد لك توجور قلب اللوز يقدر يشد لك حتى 3 جور. عندك ثاني زلابيه عندك تحليه تاع الفراز عندك الفلون باشكاله وانواعه كرام كاين بزاف لي فلون بزاف تحليات في اليوتيوب يعني الله يبارك ما شاء الله سي موند فاست ما شاء الله. وكاين ثاني بسبوسه راني حتى راني حاطه ثاني في راني حاطه ثاني الوصفه تاع البسبوسه الفرديه ثاني كمشروع انا حطيتها كمشروع لانه بزاف بزاف انا كنت نديرها كمشروع ثاني بزاف بزاف هايله يا البنات تجي ما شاء الله وتخرج لك الله يبارك. وتقدري بياسور ديريها في السنيوه عادي وتقطعي وتشربيها الله الله تجي ما شاء الله. بيان سور نمولو للخبز. الخبز يا البنات اكيد ما نكذبش عليكم انا 30 يوم تاع رمضان دائما عندي مطلوع تاع الكوشه ولا مطلوع تاع الطاجين ولا الكسره المهم دائما عندي دائما خطرات هكذاك شغل نشري خبزه هذا ما كان. وعندي تاني لي باغات تاني بزاف بزاف لي باغات هذوك لي طيبيهم تاني بيان سور تاني بزاف بزاف هايلين ما شاء الله. عندك تاني مطلوع الكوشه ولا الكسره تاعنا تاع القبيله رومان قارو تاني بزاف بزاف هايل اللي نرافقو انا بزاف بزاف نحبو سواء مع الشربه ولا مع الحساء تاني بزاف بزاف هايل يا البنات. المهم البنات هذا هو الجدول تاعنا انتم تقدروا يعني انا ما قيتش ما حبيتش ندير لكم في جدول من واحد حتى ل 30 يوم حبيت نديره لكم هكذا وانتم تدوا تدي واش حبيتي وديري الجدول تاعك كيما راكي حباتو انتيا بلا ما يعني بلا ما يعني تديري على حسابي انا ديري على حساب الميزانيه تاعك ولا على حساب العائله تاعك ولا على حساب واش عندك في دارك هكا البنات. نتمنى ان شاء الله يا ربي عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم احبكم في الله. باي باي.